الايجيبشن فاشن ويك هو مهم جدا ان هو يعرف عامه العالم ان في ديزاينرز مصريين بينتجوا حاجات ليها علاقه بمصر وبالتراث وبينا كمستقبل، وكلها حاجات ما كانتش باينه للعالم عامه غير اللي بيقدر ان هو يسافر بره ويعمل فاشن شو بره. اصلا مصر عريقه جدا في مجال الفاشن من زمان جدا، ايام الحضاره الفرعونيه احنا اخترعنا، الناس كلها دلوقتي بجد انسبايرد اصلا من الحضاره الفرعونيه، من الفاشن بتاعهم ولبسهم واللي هم كانوا بينتجوه وبيلبسوه وبيعملوه. فازاي ان مصر اصلا ما عندهاش فاشن ويك؟